الغالي رحنا حل الوقفات حنا وهل العيد على يا محزم يا عزوتي يا ربعنا الغالي رحنا حل الوقفات حنا وهل العيد عمود البيت منا ما بها وحدة ولا ثنتين يطيب الطيب من طيبه وياخذ من ما حصيد على يا شيخ يا شيخ الكرم يا معرب الجدين قدم واحتجم حنا ما عد ما نقبل الميلة على يا شيخ الكرم يا معرب الجدين قدم واحتزم حنا معك ما نقبل الميل نبي نغير لك الحسبة نبي نسند على الوافين نبي نسند على رجال تشوش سمحة الشيلة ليصكوا بجنبك اللي قاسي في الزمان يلين عيال العود مزبان الدخيل انضاعت الحيلة ليصكوا بجنبك اللي قاسي في الزمان يلين عيال العود مزبان يا محزمي يا عزوتي يا ربعنا الغالين رحنا حل الوقفات حنا وهل العيد على يا محزمي يا عزوتي يا ربعنا الغالين رحنا حل الوقفات حنا وهل العيد عمود البيت منا ما بها وحدة ولا ثنتين يطيب الطيب من طيبه وياخذ من ما حصيد على يا شيخ الكرم يا معرب الجدين قدم واحتزم حنا كلام الله على رجال وقفتها ترد الدين على العطوة مخابيط الفشق والطيب تسعيد على يا محزمي يا عزوتي يا ربعنا الغالين ترى حنا حل الوقفات حنا وهل العيد على يا محزمي يا عزوتي يا ربعنا الغالين ترى حنا حل الوقفات حنا وهل العيد عمود البيت منا ما بها وحدة ولا ثنتين يطيب الطيب من طيبه وياخذ من ما حصيد على يا شيخ الكرم يا معرب الجدين قدم واحتزم حنا ما عد ما نقبل الميلة على يا شيخ الكرم يا معرب الجدين قدم واحتزم حنا معك ما نقبل الميلة نبي نغير لك الحسبة نبي نسند على الوافين نبي نسند على رجال ليصكوا بجنبك اللي قاسي في الزمان يلين عيال العود مزبان الدخيل انضاعت الحيلة ليصكوا بجنبك اللي قاسي في الزمان يلين عيال العود مزبان الدخيل انضاعت الحيلة سلام الله على رجال بوقفتها ترد الدين على العطوة مخابيط الفشق والطيب تسعيد